أكد جهاز متابعة الأداء الحكومي الكويتي اليوم أهمية الأنظمة الجغرافية ودورها البارز في عملية الترشيد وتحقيق التنمية بشتى المجالات. وخلال افتتاح مؤتمر اكتشف الكويت 2016 الثاني الذي انطلق اليوم تحت شعار بالترشيد نحقق التنمية، قالت نائب رئيس الجهاز الدكتورة رنا الفارس أن إقامة هذا المؤتمر دليل على اهتمام الكويت بآخر التطورات الخاصة بالنظم الجغرافية التي تساعد على الوصول لمعلومات دقيقة في كل زمان ومكان من أجل بناء الوطن ورفعته. ولا شك أن استخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية ولا سيما تقنيات الاستشعار عن بعد يعد إحدى الأدوات الضرورية لتحقيق التنمية المرشودة. وقد تأكد هذا الأمر بعد أن رصد الجهاز العقبات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع التنموية في الدولة وقام بدراسة أسبابها وتحليلها، وبات لزاماً استخدام هذه النظم المتطورة للمساعدة في عملية تخطيط الشامل. حين نظر إلى معظم وسائل التقنية المستخدمة في وقتنا الحالي سوف نجد بأن نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد أصبحت هي المسيطرة والمرتبطة بأغلب المجالات الحياتية المختلفة، ولهذا تعتبر التقنيات الرقمية الحديثة من أهم التقنيات المستخدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية